لنقاش آخر التطورات في سوريا على الصعيد العسكري والاستراتيجي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا بكم. بالتزامن مع اقتحام بلدتي الهبيط وتل سكيك، كيف تمكنت قوات النظام من اقتحام هاتين البلدتين وما الهدف من ذلك؟ السلام عليك أختي كريمة، وكل عام وأنتم والسادة المشاهدين بخير. حقيقة أن ما جرى في كفر بوذا وبلدة الهبيط يعني لا أسميه حرب ولا أسميه حرب قذرة، لا يعني لا ينطبق عليه إلا الأرض المحروقة بكل معنى الكلمة. فعلى الأرض ثوار يحملون أسلحة بسيطة جدا، أسلحة خفيفة، لأن جبهة تحرير الشام تستأثر بالأسلحة الثقيلة، وأنا هنا أتكلم عن المقاتلين الحقيقيين الذين هم فصائل الجيش الحر المتواجدة في المنطقة، يقابلون أعتى قوة وأعتى حرب جرت على الأرض في مثل هذه المنطقة. فالمهاجم ليس النظام، النظام غير قادر على مهاجمة مغفر. الإمكانيات المتبقية لدى النظام بعناصره وبتفككه وبمعنوياته تعتبر صفر تماما، لكن روسيا زجت بثقلها على الأرض مباشرة، حيث أنه في بلدة الهبيط لوحدها، وتأكدنا من الرقم، قتل أكثر من 200 روسي في هذه المنطقة، من بينهم قوات روسية من الجيش الروسي النظامي والمدربين تدريب عالي من المغاوير، ومنهم عناصر من شركة فاغنر المرتزقة الروسيين والمدربين أيضا. فزجت بهم على الأرض بعد أن حرقت الهبيط بشكل لم يبقى جدار قائم في الهبيط، واستطاعت السيطرة عليه. الآن الوضع بدأت روسيا، لا أقول قوات النظام لأن قوات النظام تتبع الروس حيثما يوجهونهم ليس أكثر، بدأت روسيا الآن تتجه في اتجاه مدينة خانشيخون بمحاولة السيطرة عليها، وبدأ التغطية النارية وبدأ حرق الأرض في خانشيخون، أكثر من 100 برميل متفجر خلال أقل من 16 أو 17 ساعة ألقيت على خانشيخون الآن للتقدم باتجاه خانشيخون والسيطرة عليها. إذا لا سمح الله استطاعوا من السيطرة على خانشيخون فقد قطعوا الجيش الحر إلى الجيش الحر المتواجد جنوب حماة والجيش الحر الذي لا يزال بشمال إدلب. وبذلك سيادة العقيد، يعني تحدثت عن أرقام ضخمة نسبيا عن حصيلة الروس والجنود الروس في هذه الضربات الأخيرة، يعني ما هي المصادر التي اعتمدتم عليها، وإلى أي مدى يعني لدى المعارضة السلاح الثقيل الذي يؤدي لسقوط كل هذه الأعداد؟ الأرقام تأكدنا منها، وروسيا تنكر أنها يعني تعترف فقط بعشرات من الجنود النظاميين، أما فاغنر فتعتبرهم، وقبل هذه المرة جرت في دير الزور وقتل لهم بقصف التحالف 300 عنصر لم تعترف بهم، وقالت هؤلاء قوات مستأجرة ونحن لا علاقة لنا ولا يعدون من المقاتلين الروس. الآن هم يقاتلون بهم، وجميع قتلى فاغنر لا يسجلون لدى الروس. أما المصادر التي نأخذها فنحن نأخذ من الأهالي في المنطقة ومن الناس الذين يشاهدون ماذا يجري على الأرض. الآن أتابع بأن الحرب في هذه المنطقة اليوم، يعني جنوب إدلب وشمال حماة، هي حرب استرادات. روسيا تريد السيطرة على طريق دمشق حلب بأي ثمن، لإيصال حلب بدمشق وتقوية النظام، وعلى طريق حلب اللاذقية، والذي يتركز هنا القتال بين جنوب طريق حلب اللاذقية وغرب طريق دمشق حلب. إذا تمكنت روسيا من السيطرة على هذه العقد الطرقية وفتحت الاسترادات، فتكون قد دعمت النظام على الأقل اقتصاديا، وتكون أمنت
توقعاتها بين حلب واللاذقية وبين حلب ودمشق. ما توقعاتك لوضع فصائل المعارضة في ظل كل هذه التطورات الميدانية وبعد الهجمات التي تشنها روسيا والنظام في خان شيخون وغيرها؟ بمنتهى الصراحة أقول لك أن قوات الجيش الحر المتواجدة شمال إدلب هي تستطيع التراجع أو الثبات في منطقتها، لكن أنا أخاف وأضع يدي على قلبي على فصائل الجيش الحر التي لا تزال موجودة في جنوب حماة، وهم متواجدون وبكثرة وبعدة مدن. فالروس الآن يحاولون قطع هذا الوصل بينهما، فإذا لا سمح الله قطع الوصل فالوضع بالنسبة لقوات الجيش الحر في منطقة جنوب حماة ستكون معقدة جدا، وليس أمامهم إلا القتال والاستشهاد إلى الآخر. ما طبيعة الحل السياسي الذي تتفاوض عليه المعارضة في أستانا في ظل كل هذه المعطيات الأخيرة ميدانيا؟ أختي الكريمة، أستانا كلها لا تتجاوز كونها يعني مباراة لفرق أحياء شعبية تلعب خارج بإحدى الساحات في أحد أطراف المدينة أو القرية. أما حقيقة ما يجري فهي إعادات أمريكية تعطى للورشة السورية للورشة الروسية في سوريا، لأنني أنا أسميهم ورشات تخريب وورشات عمل يعملون لدى الراعي الأمريكي، ولا أحد يخرج عن طوعه من جميع الورشات، لا استثني أحدا. جميع الناس الموجودين الآن في سوريا بصفة مقاتلين هم ليسوا مقاتلين، وهذا ليس جيش وهذه ليست حروب، هذه تفاهمات تجري يدفع ثمنها المواطن السوري البريء. يعني في 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 الهبيط قتل أطفال وشيوخ ونساء، شيء غير طبيعي. الأعداد لم تصل حقيقة إلى الإعلام بعد، والآن الخوف على خان شيخون. لذلك هي حرب تفاهمات يديرها الراعي الأمريكي من مكانه، وبالنتيجة لديه مخطط سيفرضه شاء من شاء أو أبى من. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.